أعبدك بفرح يا ربي، جاي قدامك أسكب قلبي. ربي أعبدك بفرح، أمجد اسمك يا الله، ساجد لك رافع صلاة. ربي أعبدك بفرح، بحمد وتسبيح وترنيم، أشهد إنك رب عظيم، إله صالح أب رحيم. وأعبدك بفرح في بيتي ومع أولادي، في شغلي وفي علاقاتي، كل خطوة من حياتي أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح، أعبدك بفرح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي برحب فيكم في كل مكان في برنامجكم أعبدك بفرح، بقول لكم سلام المسيح معكم في حلقة جديدة من هالبرنامج اللي بصلي دائما يكون سبب فرح في حياتكم وسبب بركة في حياتكم، لأنه برفع عينينا على من هو يفرح ومن هو يبارك، مش البرنامج ولا ما يقدم بالبرنامج، لكن من نتكلم عنه في البرنامج، من نقدم عنه في هالبرنامج. إلهنا القدوس، نرفع عيوننا وقلوبنا عليه ونقول يا رب نشكرك ونعظم اسمك، لأنه عبادتك ترجع لنا بالفرح. نشكرك لأنه أنت قلت فرح الرب هو قوتي، ذكر في كتابك. فرح قلوبنا يا رب في أنه ننظر إليك بالرغم من ظروفنا المختلفة. كل واحد واحدة فينا جايين من ظروف مختلفة، ومن أفراح أحزان معاناة تعب كله، لكن يا رب نأتي إلى من يعرف كل هاي الظروف، نأتي إليك شاكرينك معظمين اسمك، سألينك أنك تبارك وتتدخل في كل ظروف كل أخ وأخت طلبك ورح يطلبك في هالبرنامج، واثقين أنك تسمع وتستجيب، مصلين في اسم القدوس يسوع ولك كل المجد آمين آمين. وزي ما حضراتكم لاحظتوا حلقة اليوم عنوانها أنت الحب كله، وأكيد لفتت نظركم لأنه ما بنقول الحب كله بالترانيم، سمعنا الحب كله بأغاني، وأغاني مشهورة جدا، وإحنا مش من هالعالم وما قلناش بالأغاني، ويمكن البعض بفكر حرام يسمع أغاني، لكن أنا جاي أقول لك اليوم بالعكس، أنت كمسيحي، أنت كمسيحية وجدت لتعمل تغيير بالعالم. إذا أنا مش رح أعرف العالم شو بيعمل، أغلق أبوابي إلى ثقافة العالم، كان موسيقى، فن، كتابة، رسم، كله، إذا أنا من ما عرفت شو عم بصير برا وقدرت أثر عليه بتعاليم المسيحية، أنا فقدت فعاليتي وصرت مسيحي لحالي، أناني لحالي، بسكر أبواب كنيستي، بقول إحنا مش من العالم والكنيسة مش من العالم، إحنا مش من أفكار العالم الحالية، لكن إحنا شئنا أم أبينا إحنا من هذا العالم اللي حبه الله، اللي أرسل ابنه الوحيد فداء لهذا العالم. فبيحتم علي أنا كمسيحي إني أشوف شو ثقافة العالم بتقول. الحب كله، حب كله أغنية مشهورة لأم كلثوم اللي هي معروفة جدا في الكلتشر العربي وخاصة الكلتشر المصري، تركت أرشيف من الأغاني كثيرة، وكانت أغاني قيمة لأنه كانت الأشعار حلوة والألحان حلوة، ما فيش كلام مبتذل، ما فيش كلام ركيك، ما فيش تعبيرات يخجل منها الإنسان يقولها، تعبير محبة، تعبير شرح مشاعر، فما بالك المحبة نفسها بالذات، ما بالك كل المحبة. مين الحب كله؟ هو الله في المسيحية، الله هو المحبة، هو الحب كله. فجايين له اليوم إحنا نقول له يا سيد من فضلك ساعدنا نحول كل ما في هذا العالم من أغاني من تراث إلى أن يرجع لمصدره الحقيقي، لمعناه الحقيقي، هو يمجدك أنت، يسبحك أنت، يرفع عيون الناس عليك أنت، أنت القدوس المبارك لك كل المجد. ومثل ما قلت يعني يمكن البعض يتضايق إنه شو الحب كله أغنية،
بالعكس غني زي ما بيقول الكتاب المقدس، أغني للرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. غني للرب، خد كل أغاني العالم. أنا مش مع أنه تتاخذ الأغنية لحنيا ويتغير الكلام لا، أنا إلهنا يستحق لحن جديد، إلهنا يستحق كلمات جديدة. لكن لو شيء بالعالم لفت نظرك أنه يشير إليه، تعال وضح هذا الشيء لأخوك وأختك، مثل ما صار معي بالضبط. الحب كله هو الحب كله، فأنا حابب أقول له هيك في هالبرنامج في هالترنيم. وصدقوني يعني أخجل من إلهي القدوس وعطائه إلي اللي أنا ما بستاهله. دائما بطلب أقول له يا سيد الرب، بصلي في هالموضوع، أعطيني ترنيمة، أعطيني كلام يمجد اسمك. والرب على طول بيعطي، والرب ما بيبخل على حد بيطلب. وهي مجرد ترنيمة وطلبة صلاة، فما بالك ظرفك اللي بتمر فيه اليوم. اطلبي، صدقي بثقة انه اللي بتمر فيه، قل له يا رب أعني، يا يسوع أعني، ساعدني فيه. في الحال بساعدك، في الحال يمكن ما يحصلش أي تغيير، لكن يمكن تكون عجائب مستترة في حياتك أنت. التغيير يصير فيك، التغيير يصير فيكي. الظرف موجود لكن أنا تغيرت، لأنه لي إله من يغير الكل، لأنه هو الكل بالكل. هو مش بس الحب كله، هو القداسة كلها، هو البركة كلها. فتعال اليوم، تعال للحب، مصدر الحب، وقول له أنت الحب كله. وفي هالترنيمة بقول أنت الحب كله، من تمصدره، يا خالق الإنسان وعلى صورتك مصوره. حبيت الإنسان وعطيته سلطان وغمرته بإحسان وخلاصك وهب له، ما أنت الحب كله. سفر التكوين بيعلمنا أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله. فشوفوا قديش القيمة اللي أعطانا إياها. البيت الأول بيقول حبيت عالمنا كله مع أنه تركك وعصاك، ابنك وحيدك ترسل له وتغير حكم الهلاك. رجعت لإنجيل يوحنا، الآية الشهيرة جدا عند كل مسيحي فينا بيعرف بيقرأ الإنجيل، بيقول يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فحبيت أستعملها كمان في وصف أنه أنت الحب كله. نروح للبيت الثاني، وإحنا كنا خطاة، بيّنت حبك بوضوح، اشتريتنا للحياة بدم الحمل المذبوح. رجعت لرسالة روميا الإصحاح 5:8، بيقول ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. الحب كله حبنا، مش لأنه إحنا بلشنا نحبه ولا نفهم حبه، حبنا وإحنا ما منحبش، ولسه بيعمل هيك، لسه بيعمل هيك معي في كل يوم. البيت الثالث بيقول تغفر وتنسى خطايانا وتسمينا أحباب، تسمح نقول لك أبانا وإحنا خليقتك التراب. ما أعظم هذا الامتياز في إنجيل يوحنا الإصحاح 15:15، لا أعود أسميكم عبيد، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، ولكن قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعت من أبي. مبارك اسمك، تسمينا إحنا أولادك ونقول لك أبانا الذي في السماوات. وأنت أعظم صفاتك في المسيحية أنك الله محبة، ومن هالمحبة تنبع كل الصفات الأخرى. أبارك اسمك، أبارك اسمك، الله محبة وأمانة. يوصينا نحب الغير، صالح وطيب معانا، ما بيعطينا إلا الخير. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 4:8 بيقول من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. يا من أنت المحبة، علمنا، عرفنا، دربنا في هذا الموضوع، علمنا نحب زيك، لأنه مين غيرك نقدر نقول له أنت الحب كله. لك كل المجد، آمين. Thank you.
مصدره خالق الإنسان وعلى صورتك مصوره. أنت الحب كله ما أنت مصدره خالق الإنسان وعلى صورتك مصوره. حبيت الإنسان وعطيته السلطان، حبيت الإنسان وعطيته السلطان، وغمرته بإحسان وخلاصك وهب له، خلاصك وهب له. ما انت الحب كله، انت الحب كله. عالمنا كله مع انه تركك وعصاك، ابنك وحيدك ترسله وتغير حكم الهلاك. حبيت عالمنا كله مع انه تركك وعصاك، ابنك وحيدك ترسله وتغير حكم الهلاك. حبيت الانسان وعطيته السلطان، حبيت الإنسان وعطيته السلطان، وغمرته بإحسان خلاصك وهب له، خلاصك وهب له. ما انت الحب كله يا رب، انت الحب كله. كنا خطى بينت حبك بوضوح، اشتريتنا للحياة بدم الحمل المذبوح. احنا كنا خطى بينت حبك بوضوح، اشتريتنا للحياة بدم الحمل المذبوح. حبيت الإنسان وعطيته السلطان، حبيت الإنسان وعطيته السلطان، وغمرته بإحسان وخلاصك وهب له، خلاصك وهب له. ما انت الحب كله، انت الحب كله. وتنسى خطايانا وتسمينا ليك أحباب، وتسمح نقول لك أبانا وإحنا خلقتك التراب. تغفر وتنسى خطايانا وتسمينا أحباب، وتسمح نقول لك أبانا وإحنا خلقتك التراب. حبيت الإنسان أشكرك، أعطيته السلطان، حبيت الإنسان وعطيته السلطان، وغمرته بإحسان وخلاصك وهب له، خلاصك وهب له. ما انت الحب كله، الحب كله.
بيوصينا نحب الغير صالح وطيب معانا، ما بيعطينا إلا الخير. الله محبة وأمانة، يوصينا نحب الغير صالح وطيب معانا، ما بيعطينا إلا الخير. حبيت الإنسان وعطيته السلطان، حبيت الإنسان وعطيته سلطان، وغمرته بإحسان وخلاصك وهب له. انت الحب كله، انت الحب كله، انت الحب كله، ما انت مصدره، خالق الانسان وعلى صورتك مصوره. انت الحب كله، ما انت مصدره، خالق الانسان وعلى صورتك مصوره. حبيت الانسان وعطيته السلطان، حبيت الانسان وعطيته السلطان، وغمرته باحسان وخلاصك وهب له، خلاصك وهب له. ما انت الحب كله، الحب كله يا رب، انت الحب كله. امين لك كل المجد، انت انت الحب كله يا مصدر كل الحب. منحبك لانك حبيتنا اولا، ومش بس حبيتنا اولا، حبيتنا للمنتهى. شوفوا الآية من يعني كتاب المقدس، ما في آية أعظم من آية، لأنه كله بيكمل بعضه وكل موحى من الله. لكن شوفوا عظمة هالآية، يوحنا 3:16 اللي رنمناها بالترنيم، اللي بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم. يعني هذا فكر الله، أنه بحب كل الناس، بحب العالم، ما عنده تفرقة عنصرية، ما عنده مسيحي وغير مسيحي، عنده من يتبع وصاياه. إحنا أطلقنا لقب مسيحي على من هو تابع وصايا ما علم به السيد المسيح، الكلمة المتجسدة، الله الظاهر في الجسد. لكن أنت اليوم وأنت مدعوة، أنت جزء من هالعالم المحبوب من الله. وكيف بتعرف؟ مش كلام، الحب مش كلام، بس فكر شوي بالبركات اللي غامرة حياتك وحياتك. فكر بالصحة اللي مخليتك تقدر يمكن تسمع هالبرنامج اليوم، أو تشوف هالبرنامج اليوم، أو حتى تفتح جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون وتحضر برنامج. قل له بشكرك، بشكرك على مالي حياتي بالخير والبركات، حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. الله مش جاي عشان يعاقب وحاسب ويرمينا بجهنم، جهنم مش إلنا أصلا. كل من يتبعه، كل من يقبله بصير ابنه. أرسل ابنه الوحيد عشان ما عشان يمحي فكرة الهلاك من العالم، وتكون له الحياة الأبدية، الحياة المستمرة الدائمة معه. مبارك اسمه، مبارك اسمه، لأنه هكذا أحب الله العالم. تعالوا نغني هالآية، نغنيها بلحن هيك بسيط فرح كمان. هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له
الحياة الأبدية، لأنه هكذا هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله العالم. أحب الله العالم، أحب إلى المنتهى، أعطى أعظم وأسمى معاني هذا الحب للمنتهى. شفنا على الصليب، صور هالصورة عشان يورجيك كم يحبك، كم يحبك وكم بذل عشان نرجع، عشان نفهم شو الحياة بتعطينا ونشوف البركات اللي بحياتنا. الله لا ينتفع بأنه إحنا نرجع ونتوب ونتبارك، الله كامل. بقول لا ينتفع لأنه مش محتاج أكتر، الله كامل وكلي الكمال وتبارك اسمه، حاشا أقدر أزيد عليه شيء. لكن لأنه إله محبة، إرادته صالحة، عطاياه خير، إرادته أنه الجميع يخلصون ولا طريق الحق يقبلون، فأحبنا كلنا إلى المنتهى. نتغنى بهذا الحب، لكن من فضلك ومن فضلك ما توقف عند التغني بحب الله إلنا، وما تكون بشارتنا للعالم إنه الله بحبك، يسوع بحبك، فهمنا يسوع بحبك، لكن هذا بحتم عليك أشياء. أنتوا عارفين إحنا في علاقاتنا العادية نعبر عن أسمى معاني الحب لزوجاتنا، لأزواجكم، لأولادنا، لأهلنا، منعبر بأسمى معاني الحب بعطايا، بإنه ما نعملش إشي يغضبهم ويزعلهم، فما بالك الله، بنخاف نخسر العلاقة معه. فما توقف عند الحب، لكن اتبع الحب بالطاعة، اتبع الحب بالعطاء، اتبع الحب بأنك تحفظ الوصايا كلها عشان تكون فعلا على شبهه وشكله وتقدر تعيش معه بعدين، يكون لك مكان مع هذا الإله القدوس اللي حب للمنتهى، واللي بخليني أعيش كل أيام حياتي بقول له قلبي مديون لحبك لي، رديت حياتي بنعمة غنية، أشكرك. أحببتني، مريت علي وقومتني، عليت
مقامي وقدستني. أنا قلبي ليك على طول مديون للمنتهى، أحببتني مريت عليا وقومتني، عليت مقامي وقدستني. أنا قلبي ليك على طول مديون، قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي بنعمة غنية، وعشان حنانك سابا حياتي، وعشان جمالك مال العيون. قلبي مديون، قلبي مديون. دمك يا ما حرر عبيد، ضمت جروحي حررتني، نسيت أثاني بقلبي حنون. عندك سلطان يكسر القيد، ودمك يا ما حرر عبيد، ضمت جروحي وخلصتني، نسيت أثامي بقلبي حنون. قلبي مديون لحبك ليا، ردت حياتي نعمة غنية. قلبي مديون لحبك ليا، رديت حياتي نعمة غنية، وعشان حنانك فدا حياتي وسباني، وعشان جمالك مال العيون. قلبي مديون، قلبي مديون، أشكرك قلبي مديون. في المسيحية الله محبة، الله توج صفاته كلها، تبارك اسمه، تبارك اسمه. كل مرة بذكر اسمه لازم أقولها أكثر وأكثر، وأقول تبارك اسمه لأنه قدوس، قدوس واسمه مبارك، له كل المجد. الله محبة لكل الناس ومحبة ما لها قياس. ترنيمة خليجية بعد ما شفت عمل الله في هذه المنطقة من العالم بالذات، وشفت الأشخاص اللي عرفوا الرب يسوع، واللي سبب تغييرهم إنه بالكتاب المقدس بيقول الله محبة. طب وين اللي كان يشوفه زمان إنه لما يعلموه عن الله إنه اتقي، يعني اتقي شره، لأنه الله رح يعذبك ومحضر لك ومجهز لك غير عذاب القبر وغير العذاب، يعني بتجي له من الخوف. لكن في المسيحية بتجي له بالمحبة. أي نعم بتخاف تخسر هاي المحبة، المخافة المقدسة، وبيضل الاحترام مش موجود، بيضل احترام واجب، وبيضل التقدير لأنك بتصير عارفه أكتر وعارف مركزك بالنسبة إله، اللي تنازل وعمل كل الأشياء عشانك من محبته إلك. مالك إلا تقول له يا رب أشكرك لأنك أنت مش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، أنت واحد، جوهرك واحد، واحد لا غيره، غمرنا في خير الإنسان اللي هو أنا في تفكيره، ودبر لي الخلاص ما أطيبه قلبه. الله محبة،
تعالوا وإحنا نمجد اسمه ونعظمه وإحنا بنسمع في هالترنيمة بنشوف الفيديو مع بعض. الله محبة لكل الناس. الإنسان في تفكيره
دبر له خلاص ما أطيبه قلبك الله محبة واحد لا غيرك غامرنا في خيرك واحد لا غيرك غامرنا في خيرك الإنسان في تفكيرك دبر له خلاص ما أطيبه قلبك الله محبة الله لأنه الله محبة منشوف المحبة في كل ما يعمل كله كله حب بحب. شوفوا تعليمه اللي قال باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا من أجل الذين يطردونكم أحبوا أعداءكم. هذا تعليم المحبة أمك ما وقفش عن تعليمه وكانش الكتاب المقدس كلام لكن كلام مبرهن ومعاش عاشوا الرب يسوع كمثل وعاشوا بعده قديسين كثير تركوا الحياة وهم في ألم وهم سامحوا اللي أساء إليهم وباركوا من كان يلعنهم. الرب يسوع المسيح له المجد على عود الصليب وهو في قمة العذاب والألمات عرف إنه الشعب مش فاهم شو عم يعمل مثل اليوم بالضبط أنت اللي عم تتهكم وعم تغلط على يسوع عم تغلط على المسيحية وهيك ما تفكر إنه هذا الشيء يعني برفعك بالعكس هذا الشيء بيبين كمية الجهل مش فيك في التعليم اللي بيوصل لك. حاشا أني أنا أذم أي إنسان بكل احترام بقول لك أنه التعليم اللي بيوصلك غلط والإشي اللي تربيت تعرفه غلط. إحنا المسيحيين تربينا نفهم أشياء غلط فما بالك أنت اللي غير مسيحي تيجي للكتاب المقدس وتصير تحلل بالكلمة وتصير علامة لأنك بتأخذ الحرف والكتاب بيقول الحرف يقتل. اعرف المضمون العام رب يسوع المسيح في هاللحظات قال سامحهم قال يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون لا يعرفون لا يدركون. هذا المعنى مش عارفين شو عم يعملوا لا يعني التمس لهم العذر. هذا إلهي هذا من أعبده هذا الواحد اللي ما إلوش الشريك في محبته فعلا ما إلوش الشريك في محبته هو الله أكبر في محبته والله ما إلوش الشريك. كل الصفات اللي عندك اللي بتقولها ضيف عليها محبة مصدر هاي الصفات الحب كله اللي بالترنيمة اللي جاي بقول له يا رب علمنا هذا النوع من الحب علشان فعلا نحضر احنا نقدر نحب احنا تعودنا نحب اللي بيحبنا وأي فضل إلنا إذا حبينا اللي بيحبنا. علمنا غيرنا شكلنا على صورتك وعلمنا حبك يا من أنت الحب فعلا الحب كله كله. بنعرف إنه الحب بتحبه أنت محبوب بتحبه أنت محبوب
ما أعظم حبك يا رب، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. علمنا حبك، ما أعظم حبك، علمنا حبك، ما أعظم حبك، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. ما أعظمك، إنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. قادر إنت تخلينا ننسى الأنا اللي فينا، قادر إنت تخلينا ننسى الأنا اللي فينا، حكم يا رب أعطينا نفهم الغرض المطلوب، نفهم الغرض المطلوب. علمنا حبك، ما أعظم حبك، علمنا حبك، ما أعظم حبك، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. غير كل البشرية علمها وابدأ فيه، غير كل البشرية علمها وابدأ فيه، المحبة العملية نعيش الكلام المكتوب، نعيش الكلام المكتوب، نعيش الكلام المكتوب، نعيش الكلام المكتوب. علمنا حبك، ما أعظم حبك، علمنا حبك، ما أعظم حبك، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. يا معلمنا الصالح علمنا الحب الصالح، يا معلمنا الصالح علمنا الحب الصالح، مش مبني على المصالح لكن بالنعم موهوب، لكن بالنعم موهوب. علمنا حبك، ما أعظم حبك، علمنا علمنا حبك، ما أعظم حبك، ما أعظم حبك يا رب، ده حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. إحنا منعرف إنه الحب بتحب وإنت محبوب، بتحب وإنت محبوب. ما أعظم حبك يا رب، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. علمنا حبك، ما أعظم حبك، علمنا حبك، ما أعظم حبك، ما أعظم حبك يا رب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب، حتى وإنت مصلوب بتحب وإنت مصلوب. مبارك اسمك، تعجز الكلمات تعبر وتعجز الترانيم تشرح كم أنت قدوس وكم أنت مبارك.
خليتنا نقول لك يا رب إنه فعلا منحبك من كل قلوبنا يا يسوع حبيبي فدي أقرب من نفسي ليا، يلي بدرت وحبيتنا أولا، علمنا كيف نحب أصلا، إحنا اللي ما كناش فاهمين معنى الحب، ولو فاهمينه لحد الآن من طوعه زي ما إحنا بدنا. اللي بحبني بحبه، اللي مصلحتي معه بحبه، اللي بستفيد منه بقوله بحبك، واللي ماليش أي مصلحة مش ليش أعطي حب ببلاش، بس أنا أخذ حب ببلاش معلش. أنت اللي بتعطي العالم كله حب مجاني، حب ببلاش، حب إلى المنتهى. منحبك يا رب، منحبك اللي شفنا صورتك في الرب يسوع المسيح، فمنحبك ونقول لك يا يسوع حبيبي فدي أقرب من نفسي ليا، بيان لي حب وأنا ميت في الخطية إذ ونحن بعد خطاة زي ما قلنا يا يسوع حبيبي. حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، ربي بيني حبه، ربي بيني حبه وأنا ميت في الخطية. يا يسوع حبيبي يسوع، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، ربي بيني حبه، ربي بيني حبه وأنا ميت في الخطية. يسوع حبيبي أخلى نفسه الممجد وبصورة عبد تجسد، أخلى نفسه الممجد وبصورة عبد تجسد، طفل شافوه في مذود وهو خالق البشرية. يا يسوع حبيبي، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، ربي بيني حبه، ربي بيني حبه وأنا ميت في الخطية. يا يسوع حبيبي مع إني أنا الجاني خد عصالي مكاني، مع إني أنا الجاني خد عصالي مكاني، وحمل ذنبي وأحزاني وبقالي في حرية. يا يسوع حبيبي، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، ربي بين لي حبه، ربي بين لي حبه وأنا ميت في الخطية. يا يسوع حبيبي في السما بيشفع فينا أبدا ولا مرة نسينا، في السما بيشفع فينا أبدا ولا مرة نسينا، وعالسحاب هيلاقينا وياخدنا عالأبدية. يا يسوع حبيبي، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا، يا يسوع حبيبي فدية أقرب من نفسي ليا،
ربي بين لي حبه، ربي بين لي حبه، وانا ميت في الخطيه يا يسوع حبيبي. امين بسرعه تعالى في الغربه صعب الحاله، امين بسرعه تعالى في الغربه صعب الحاله، من غيرك استحاله تحلى العيشه في عينيا يا صحبيبي، يا صحبيبي فدية اقرب من نفسي ليا، يا صحبيبي فدية اقرب من نفسي ليا، ربي بين لي حبه، ربي بين لي حبه، وانا ميت في الخطيه يسوع حبيبي. امين امين. تعالوا نسمع مع بعض ونتابع كلمات الفيديو اللي بيقول حبه سباني ومن موتي احياني. فعلا اموات في الخطايا هو اللي احيانا، حبه سباني ومن موتي احياني. سباني ومن موتي أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 قوم وانظر ما أطيب ربي. حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلك قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي. كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى. ما أحلى كلامه، كلامه روح وحياة، من ملا قلبي سلامة، صار كل المشتهى وكل الأماني. حبه سباني، حبه سباني من موت أحياني، حبه سباني من موت أحياني، وامتلأ قلبي تعال 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 قوم وانظر ما أطيب ربي. موسيقى
سيد لكن خادم، غسل رجل التلاميذ. أمين أمين أحبائي، زي ما شفنا الفيديو يمكن ما كمل، لكن حبه سباني ومن موتي أحياني من الترانيم الخليجية اللي بعتها الرب. بصلي تكون سبب بركة في حياتكم. من فضلكم تابعوا الأشياء هاي وقولوا لي شو رأيكم فيها، وشو فكرك للمستقبل للترنيمة المسيحية. زي ما قلت اليوم إنه سماع الأغاني مش حرام، أفكار العالم الخاطئة هي يمكن الحرام، الواحد يتعلق فيها أو بتوديك للحرام، لكن المسيحية حيث روح الله هناك حرية. أنت فيك كمسيحي روح الله اطلع للعالم واشهد عن ما صنع إلهك في حياتك، قل له أنا إلهي الحب. أنت بتقول بتغني الحب كله، لكن أنا زيك بغني الحب كله وبحب ناس كتير في حياتي، لكن مصدر هذا الحب هو ربي وإلهي ومخلصي الرب يسوع المسيح، يعني الله. مصدر الحب هو الله، اللي شفنا الحب برهن الحب، وإحنا ما بنحبش بحبنا، فأنت متاح لك الحب. أنت أكيد أحسن مني لما أنا أجيت للرب، أنت يمكن بتحاول بتسعى أكتر كمان، ففيش حدا بعيد عن خلاص المسيح، خلاصه متاح للكل. صلاتي إلك وإلك في هذا اليوم، لو أنت مسيحي اسمي أو بعيد أو مش عارف أو مش متأثر ببركة المسيح في حياتك، صلاتي إنك تعرف إنه كل ما في حياتك من بركات، كل ما في حياتك من خير هو من الرب يسوع المسيح، له كل المجد، له كل المجد. فتعالوا اليوم قولوا يا رب أنا بسمع، يمكن ما بتعرفه ويمكن معرفتك سطحية فيه، أو يمكن مسيحي بتقرأ اسمه بالكتاب المقدس في الأعياد والمناسبات، لكن قولوا يا رب أنا بدي أعرفك عن قرب، عرفني بنفسك، بدي أقرأ كلمتك. واليوم يا رب من فضلك أعطيني جواب، أنت جاوبني، مين أتبع في هالدنيا؟ هل أنا ماشي على ديني صح؟ هل هو دين أصلا أم حياة وروح وحق وطريق فيك أنت؟ نعيشها نعبدك بالروح والحق. علمنا يا سيد، علمنا يا سيد في اسم يسوع. بصلي لكل من هو محتاج هذا الشيء في اسمك القدوس يا رب، في اسمك القدوس بصلي وبطلب لكل طلبات الأمراض والشفاء اللي أجتنا يا رب. أنت الشافي الأعظم، أنت الشافي الأعظم، مد إيدك بالشفاء على كل اسم ذكر على الفيسبوك، على اليوتيوب، على التعليقات في الكومنتس الخاصة، وحتى اللي ما ذكر أنت عارفه بالاسم يا رب. العائلات اللي محتاجة عزاء، اللي خسرت إنسان عزيز عليها، من فضلك يا سيد تعال واملأ هذا الفراغ. أنت المعزي، أنت بروحك القدوس هو اللي بيعزي صح يا رب. بصلي لكل علاقة ارتباط بين شاب وفتاة طالبين حكمة فيها يا رب، نور عينيهم، افتح قلوبهم، يعرفوا بعض أكتر، يختاروا صح، يبنوا القرار على كلمتك، يبنوا الاختيار عليك. أنت من تبني البيت، أنت من تحرس، أنت من تحرس المدينة، أنت اللي ماشي معك ما بيضيع يا رب. صلي للكل يا من أنت الحب كله، ضابط الكل، كافي الكل. بشكرك، بعظم اسمك، بصلي في اسم يسوع القدوس، وبعطي كل مجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين أحبائي، لغاية ما نلتقي المرة الجاية، وصلاتي دائما يكون معكم ودون فيكم هذا الفرح اللي في عبادة الرب يجي، وهذه الحرية وهذا السلام يكون معكم دائما. سلام المسيح.